أهلا بكم من جديد وإلى الملف التونسي، حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم النتائج الجزئية للانتخابات البرلمانية في 6 دوائر انتخابية، وتتواصل عملية فرز الأصوات في باقي الدوائر. النتائج المتاحة حتى اللحظة أظهرت تقدم حركة نداء تونس مقارنة بباقي الأحزاب، على رأسها حركة النهضة الإسلامية التي كان يتوقع أن تكون نتائجها أفضل. وفي الوقت نفسه جاءت نتائج الأحزاب الأخرى متباينة، وحملت أيضا مفاجآت ربما تلقي بظلالها على تشكيلة الحكومة المقبلة. نناقش مع ضيوفنا في برنامج ملفات شكل التحالفات القادمة لتشكيل الحكومة وحظوظ الأحزاب الصغيرة من التحالفات، ولكن دعونا بداية نشاهد هذا التقرير. في ضوء هذا التقدم الذي أحرزته حتى الآن حركة نداء تونس على حزب النهضة، وبغض النظر عما صدر من تصريحات حتى الآن، فالمتوقع للحكومة القادمة خيار من اثنين: الأول أن يتحالف نداء تونس مع النهضة في شراكة صعبة من حيث القناعات الفكرية والسياسية للجانبين، أو أن يتحالف النداء مع أحزاب صغيرة لتشكيل الحكومة القادمة. وفي هذه الحالة سيحتل النهضة مقاعد المعارضة التي ستمثل مشكلة لأي حكومة بالنظر لقوتها وعدد المقاعد التي ستحققها في النهاية. المشكلة في الخيار الثاني على ما يبدو أن الأحزاب الصغيرة أحزاب لا يجمع بينها فكر واحد أو فكر سياسي يجمعها بحركة نداء تونس. ربما كانت المفاجأة الحقيقية بين هذه الأحزاب حزب الاتحاد الوطني الحر، الذي تقول المؤشرات إنه احتل المركز الثالث في الانتخابات، لكن ما يثار حول رئيس الحزب سليم الرياحي وارتباطه بالنظام القديم ومصدر ثروته ربما يجعل حزب نداء تونس عازفا عن التحالف معه. وتعزو الأحزاب الصغيرة التي يصفها بعض المحللين السياسيين بالأحزاب الوسطية تعزو إخفاقها في هذه الانتخابات إلى ما تسميه بظاهرة الاستقطاب التي قسمت الشعب التونسي بين حركة نداء تونس وحزب النهضة. هناك عدد من القوى الوطنية والأحزاب الكبيرة وبينها حركة النهضة نفسها يدعون إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وفاقية لتثبيت هامش من الاستقرار في مرحلة البناء للديمقراطية الناشئة، لكن حزب نداء تونس يفضل انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية في 23 من الشهر القادم والاتفاق حول حد أدنى من المعايير مع باقي القوى السياسية، خصوصا حول النمط المجتمعي التونسي وإعلاء المصلحة الوطنية عن أي ارتباط بتنظيمات خارجية، في إشارة على ما يبدو إلى التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. أرحب بضيفي بالاستوديو السيد طيب الغيلوفي المحلل السياسي، أهلا بك سيد طيب. يعني كيف تفسر أسباب تقدم نداء تونس وتراجع حركة النهضة في هذه الانتخابات؟ أعتقد أنه التفسير الأول لهذه النتيجة المفاجئة كان ربما الناخب التونسي صوت عقابيا بعد يعني عجز حركة النهضة والترويكا الحاكمة عن تحقيق ما قامت الثورة التونسية من أجله. يعني التنمية الاقتصادية بقيت معطلة، أيضا الأوضاع لم تكن مستقرة بالقدر الكافي، ربما هذا جعل المواطن التونسي يصوت ضد الفريق الحاكم. لا ننسى أنه الأحزاب المشاركة مع النهضة التكتل والجمهوري تقريبا وقع سحقهم انتخابيا، أحدهم فاز بمقعدين والآخر بأربعة وربما حتى أقل. هذا دليل أنه ثم مشكل في الأداء الحكومي الذي كان، وحركة النهضة والأحزاب المشاركة معها دفعوا ثمن هذا الذي جرى عندما حكموا تونس في مرحلة انتقالية صعبة، دفعوا الثمن الآن. ولكن يبدو أن النهضة تراجعها ليس كبيرا، فهي تقريبا فقدت حوالي أقل من 20 مقعد، أو والفارق بينه وبين النداء 10 مقاعد. وهل سقوط أحزاب الإسلام السياسي في الدول العربية يدخل في الحسبان أيضا؟
ربما الوضع مختلف، لأن الأوضاع الأخرى هي أوضاع تقريبا شبه انقلابية أو غير مستقرة وفيها صراع مسلح. الأوضاع في تونس انتخابية، بمعنى أنه الانتخاب هو الذي حسم، وما زالت النهضة عندها تقريبا الآن الثلث المعطل حسب النتائج الأولية. هذا يجعلها رقما في المعادلة القادمة. يبقى السؤال الكبير في تونس الآن، أين تمضي التحالفات؟ هل النهضة تدخل أم تكون في المعارضة؟ هل النداء يقبل بها شريكا أم سنأتي إلى هذا، ولكن دعني قبل ذلك أرحب بالسيد حسين الرحيلي القيادي في الجبهة الشعبية. أهلا بك سيد حسين. سيد حسين، كيف تنظر إلى نتائج مرحبا. الانتخابات؟ هل كانت مفاجئة بالنسبة لكم؟ شكرا وتحية إلى كل مستمعي قناة الغد العربي. أتصور أن النتائج لم تكن مفاجئة، وكانت تعبر عن موقف من الشعب التونسي في عقاب واضح للترويكا التي حكمت البلاد طيلة 3 سنوات ونصف ولم تحقق أي من أهداف التي قام عليها الشعب خلال ثورته 17 ديسمبر 14 جانفي. كما أن الخاسر الأكبر هم حلفاء النهضة، وخاصة حزبي المؤتمر والتكتل الذين تم سحقهم أو اندثروا من الحياة السياسية، ولعل ذلك راجع بالأساس إلى نوعا من الذكاء السياسي لحركة النهضة التي أنقذت في آخر لحظة ما تبقى من سمعتها الشعبية. كما أن الانتخابات شكلت من خلال النتائج الأولية ويمكن تكون نتائج قريبة للنهائية، شكلت واقعا وخارطة سياسية جديدة ستخوض مع المرحلة القادمة. كما أن الانتخابات الأخيرة قدمت فكرة واضحة من أن الشعب التونسي خلال الممارسة الديمقراطية المستقبلية لن يكون رحيما مع كل طرف يحكم، ولن يحكم ولا يكون في مستوى تعهداته أو إنجازاته. طيب، في المرحلة المقبلة باعتقادك، هل هنالك احتمال لوجود تحالف بين حزب نداء تونس وحركة النهضة في تشكيل الحكومة المقبلة؟ نحن نتصور من الجبهة الشعبية أن التحالفات أولا سابقة لأوانها، كذلك تبقى مرتبطة بنتائج الانتخابات الرئاسية التي ستكون خلال 23 نوفمبر القادم، إضافة إلى أن كل الإمكانيات مفتوحة. وأتصور أن من مصلحة الشعب التونسي أن يقود أو أن يخوض التشكيل الحكومي أطراف جدد وعناصر جديدة ببرامج جديدة وبتوجهات، لأن الإشكاليات الحقيقية الظرف صعب، والشعب ينتظر بعد 3 سنوات ونصف مع إنجازات فعلية. وبالتالي أتصور أن المسألة التحالف الحكومي سيكون صعب على الحزب الفائز نداء تونس، كما أن نداء تونس جزء كبير من الأصوات التي تحصل عليها هي نوع من الهروب من حكم النهضة. وبالتالي فإن مجرد تفكير نداء تونس في التحالف مع حركة النهضة سيكون له انعكاسات سياسية خطيرة على داخل الحزب وعلى القواعد العريضة التي صوتت اسمح له. اسمح لي سيد حسين أعود مجددا لضيفي السيد الطيب. يعني سيد الطيب، إلى أي مدى تعتقد أن تشكيل الحكومة ومهام تشكيل الحكومة في المرحلة المقبلة ستكون صعبة على حزب نداء تونس؟ طبعا سيكون صعب، لأنه حزب نداء تونس عمليا لا يتحصل على الأغلبية المطلقة، يعني هو محتاج إلى أحزاب أخرى حتى يشكل حكومة مستقرة في البرلمان. طيب، النهضة يريحها أن تبقى ثلث معطل، وعندها نداء تونس يذهب إلى الأحزاب الصغيرة. هذه الأحزاب الصغيرة التي ترجح ربما أو تساعد النداء على الحكم وما بي بـ4 أصوات بـ3 بـ4. إذا رأيت الخريطة الأحزاب الصغيرة هذه تجدينها ربما غير كافية. لو مثلا النداء ذهب إلى أحزاب مثل الجبهة الشعبية وأحزاب أخرى، ربما سيجد صعوبة في الحصول على أغلبية مريحة، ولذلك ربما النداء سيجد نفسه ربما مضطرا إلى النهضة، ولكنه أعتقد كمحلل سياسي سيساومها، يقول له ادعميني في الانتخابات الرئاسية وأجد لك مكانا في التشكيلة الحكومية. هذا خيار طبعا غير جيد. وهل سيكون لتونس ذلك مقابل مطالب وشروط معينة؟ أعتقد أنه الخيار في ذاته غير جيد لتونس لسبب بسيط. هذا سيجعل الرئاسة
والحكومة من نصيب حزب واحد، وعندها سيغيب ذلك التوازن بين الجهتين، أي جهة الرئاسة وجهة الحكومة. الأفضل طبعا، أعتقد أن الأفضل لتونس أن تبقى حزب النهضة حزبا مراقبا قويا في البرلمان، وأن يأخذ السباق الرئاسي مجراه بدون التحالفات تحت الطاولة. نعم. هل هذا سيجري؟ هذا كله متعلق الآن بالمساومات تحت الطاولة، بالمفاوضات. طيب. ولا ندري ماذا سيصل. طيب، أعود مجددا للسيد حسين. سيد حسين، يعني من هي الكتلة الأقرب إليكم والأقرب لبرنامجكم، وهل هنالك أي شروط تضعونها في عند التحالف مع أي حزب معين؟ شكرا. أولا، أن عدد الأحزاب مثل الجبهة الشعبية تحصلت على حوالي 15 مقعدا، وهنالك أحزاب تحصلت على 13 أو 14 مقعد آخر، وبالتالي أتصور أن قاعدة التحالف الحكومي تكون ليس على أساس المحاصصة الحزبية الرديئة التي قامت بها النهضة وحلفائها بعد 23 أكتوبر 2011، ولكن يجب أن تكون على أساس برنامج يعبر بشكل موضوعي وبشكل ميداني على طموحات وتطلعات الشعب التونسي، لأننا اليوم المسألة الأصعب في أن نشكل حكومة مستقرة تقوم على أساس برنامج يعبر ويذهب رأسا إلى تحقيق أهداف الثورة، لأن المرحلة القادمة هي مرحلة دائمة، ومرحلة الحكم 5 سنوات، وهنالك دستور، والمعركة الأساسية ستكون في مقاومة المحاضن التقليدية للظلام وللفكر الظلامي اللي هو الفقر والأمية والجهل. وبالتالي فإن الجبهة الشعبية تبقى مفتوحة على كل الخيارات، وخاصة أن أي تحالف لن يكون إلا على أساس البرنامج والأهداف القريبة المتوسطة المدى، خاصة ونحن في مرحلة حكم دائم. طيب، شكرا جزيلا لك سيد حسين الرحيلي القيادي في الجبهة الشعبية، كنت معنا من تونس. يعني سؤال أخير سيد. شكرا. الطيب، سواء تشكلت نداء تونس هي التي شكلت الحكومة المقبلة أم شكلت أو دعمت حكومة تكنوقراط، من هو الشخصية الأوفر حظا لرئاسة الحكومة المقبلة؟ طيب، هذا سؤال كبير الآن في تونس. من قائد السبسي الباجي قائد السبسي، من سيختار لرئاسة الحكومة؟ بعضهم يقول سيختار الصف الأول من قيادات النداء، البعض الآخر يقول يريد أن يقول للتونسيين أنا أكون رئيسا، أما رئيس الحكومة فسأختاره إن صح التعبير من الكفاءات الوطنية، حتى يجعل نوع من إن صح التعبير لا يقول لهم أنا الآن مستحوذ على كل السلطة في البلاد. على كل حال، هذه الخيارات مطروحة أمام النداء. الخيار الآخر المحدد لا تنسين أنه هو الآن يبحث في التحالفات. التحالفات ستحدد من سيكون رئيس الحكومة القادم في تونس، وكله متعلق بنتيجة الرئاسيات. نتيجة الرئاسيات ستحدد كثير من مشكل الحكومة التونسية القادمة. الباجي قايد السبسي لا تنسين عنده منافسون حتى من داخل العائلة الدستورية، أي عائلة الحزب النظام القديم، الذين كلهم تقريبا قالوا توافقنا كلنا إلى التصويت للنداء. إذن الصراع الرئاسي سيحدد، أنا في تقديري سيحدد شكل الحكومة، والصراع الرئاسي النداء فيه ليس وحده، وتحالفاته ستتشكل. نعم. بطريقة أخرى. شكرا جزيلا لك سيد طيب الغيلوفي المحلل السياسي، كنت ضيفا كريما معنا في الاستوديو، شكرا لك. إلى العناوين: استمرار المعارك في كوباني ودعم من مجموعة مقاتلة من الجيش الحر وقوات البشمركة لمقاتلي الحماية الكردية في حربهم ضد داعش. السلطات المصرية تخلي الشريط الحدودي مع قطاع غزة من السكان بهدف إقامة منطقة عازلة لمحاربة المسلحين. واستمرار إعلان النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية في تونس وجدل حول تحالفات المستقبل لتشكيل الحكومة القادمة. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.